سلطنة عمان عروس بحر العرب تشتهر بأطباقها الشهية وطبيعتها الخلابة المتنوعة. خلينا نشوف الشيف شو محضرنا اليوم بحلقة المطبخ العربي الأصيل من أطيب أطباق المطبخ العماني. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ مشكور الله. شو رحلتنا قريبة اليوم؟ عمان مطبخ عربي كمان من المطابخ المتنوعة باللحوم وبالأسماك. أوكي. هنعمل كم طبق زيادة من يعني عملنا نحن قبل حلقات عن عمان وعم نزيد كم طبق زيادة. أوكي. هنعمل يعني في عندنا طبق كتير مشهور هو كفتة مع صلصة الكوسة. أوكي. طبعاً عمان بيحطوا فيها كوسة. هنجربها اليوم ندوقها ونشوف سوا. كيف تطلع؟ يلا بس اول حنحط الموزات على النار نسلون. اوكي الموزات لشو يا شيف؟ انا الطبق الثالث البغز مع اوكي غنم. فبياخد وقت اطول. ايه طب انه يستوي. اوكي هناخد مي. هني مشهورين بلحمه الغنم بعمان. ما ننسى انه عمان فيها مناطق كثير خضراء. مظبوط. فيها انهر. مرعى غني. ففي محلات اكيد مفروض يكون عندهم غنم طيب. هلا عم حط هالموزات نسلقهم ناخذ منهم طعمه. اوكي. فهلا اول ما يغلي اكيد بنشيل الزفره ونحط المطيبات طبعا. اوكي. هلا حنبلش بالطبق الثاني. حناخذ بصل. نفهمه ناعم. انت رحت قبل على عمان يا شيف؟ لا ولا مره بس لازم لانه انا بيقولوا كثير حلوه في محلات الغطس كثير حلوه. مزبوط. وخاصه الاشخاص اللي بحبوا يشوفوا الحيتان. فهيدا شيء كثير خرج واحد يشوفه. ما ننسى انه الحوت هو الاحد اللي بيبعث العنبر. العنبر. العنبر مزبوط. نوع من البخور من الروائح. وين بيختلف؟ اوكي عاده بيكون بدماغ الحوت. حتى في مده في اوقات اشخاص صيادين بعمان بيلاقوا هيدا العنبر فايش فوق الماء بيكون الحوت كبه من جسمه.